على متن هذه القوارب المتهالكة يعبر مئات اللاجئين الإثيوبيين يوميا الحدود نحو السودان هربا من جحيم الحرب في إقليم تيغراي. ومع استمرار القتال للأسبوع الثالث تكافح منظمات محلية وأممية من أجل تقديم المساعدات للاجئين وسط تحذيرات من أزمة إنسانية حادة. الناس يساعدونا عشان ما نموت، نحن جينا من الحرب، خوفنا من الحرب ما نموت، جينا حسنا نموت هنا بالجوع بالمرض. ها كان يساعدونا قوام. ومع بدء تدفق المساعدات الإنسانية هنا في مخيم أم ركوبة شرقي السودان، تحذر وكالة الإغاثة من أنها لن تكون كافية أمام موجات النزوح المتتالية. الظروف هنا رهيبة للغاية، لقد جاء الناس بلا شيء على الإطلاق، لا مال، لا مزيد من الملابس، لا طعام ولا اتصال بالناس، لذا فهي أيام وأسابيع مؤلمة. الأزمة نفسها تتكرر في كل المخيمات بالسودان، الأمر الذي دفع السلطات السودانية إلى التحذير من وضع كارثي. بلا شك غير مستعدة، نحن نعاني من صعوبات كثيرة في الإمدادات، في الدواء، الدواء لا يكفي حتى المواطنين. لا بد من تدخلات كبيرة من منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل أساسي وكل المنظمات الطوعية والدولية. وما يزيد الوضع سوءا ورود تقارير عدة عن استهداف مدنيين بشكل متعمد في تيغراي، وهو ما حذرت منه منظمات حقوقية من انتهاكات خطيرة ترقى إلى مستوى جرائم حرب.